أهلا بكم. قال القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق إن الاحتلال الأمريكي للعراق ما زال مستمرا نظريا وعمليا، وإن اختلفت أساليب إدارته وتنوعت محاولات إخفائه لصالح إعطاء صورة مموهة عن وجود حكومة قادرة في بغداد ودولة حقيقية في العراق. وأضاف القسم في تقريره الدوري الجديد عن الحالة السياسية في العراق أن التحركات الأمريكية تأتي لحسابات معينة وظروف خاصة بمصالح الإدارة الأمريكية في المنطقة. كما تطرق التقرير الدوري لموضوع قانون العفو العام مؤكدا أنه ما زال مثار جدل منذ فترة طويلة، إذ لم تفلح المطالبات المكررة بإقراره بسبب وقوف الأحزاب الطائفية حائلا دون تمرير. وكشف التقرير السياسي أن مسلسل تغييب القسر في العراق لم يؤخذ على محمل الجد حتى اللحظة في ظل استمرار مسلسل التسويف والإهمال له محليا ودوليا. كما تطرق التقرير السياسي إلى ما سمي بمؤتمر نداء الأقصى الدولي الثاني الذي عقدته العتبة الحسينية وجهات أخرى في مدينة كربلاء، معتبرة إياه واحدا من صور الخداع الذي تمارسه السلطات الحكومية في سياق البحث عن مقاصد سياسية وطائفية تحت غطاء دعم القضية الفلسطينية. وذكر التقرير بالعلاقة الوطيدة بين العتبة الحسينية في كربلاء وشركائها القائمين على هذا المؤتمر من المتورطين بقتل وتغييب وتشريد العراقيين وفلسطيني العراق بالذات. التقرير السياسي الدوري عن الحالة السياسية في العراق الذي أصدره القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين هو الذي سنبحثه في هذه الحلقة الخاصة من برنامج طاولة حوار، والتي سنستضيف فيها الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل ما زال فعلا الاحتلال الأمريكي للعراق مستمرا نظريا وعمليا حتى وإن اختلفت أساليب إدارته وتنوعت محاولات تمويهه أو إخفائه؟ ولماذا لم يؤخذ مسلسل التغييب القسر في العراق حتى اللحظة على محمل الجد في ضوء تواصل تسويفه وإهماله محليا ودوليا؟ وما الذي أضافه مؤتمر نداء الأقصى الدولي الثاني الذي عقدته العتبة الحسينية في كربلاء للقضية الفلسطينية؟ وهل تعي وتعلم القوى الفلسطينية بالعلاقة الوطيدة بين العتبة الحسينية والقائمين على تنظيم هذا المؤتمر من المتورطين بدماء العراقيين وفلسطيني العراق؟ برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من الحلقة الخاصة من طاولة حوار، والتي سنستضيف فيها الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين للحديث عن التقرير السياسي الدوري للقسم السياسي في الهيئة عن الحالة السياسية في العراق والذي صدر مؤخرا. دكتور مثنى، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة. حياكم الله، مرحبا بكم أخ ماجد، ومرحبا بالإخوة مشاهدي الرافدين جميعا. أهلا وسهلا. تحدث دكتور التقرير في المحور مهم عن أن الاحتلال الأمريكي في العراق ما زال مستمر نظريا وعمليا حتى وإن اختلفت أساليب يعني إدارته ومحاولات طمسة أو إخفاء لصالح إعطاء صورة يعني زائفة أو مموهة عن وجود حكومة قادرة في العراق. ما هي دلائل استمرار هذا الاحتلال، الدلائل النظرية والعملية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التقرير السياسي هذه المرة حوى قضايا كثيرة،
متعلقة بما مر به العراق خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ومن القضايا التي كانت مثار حديث واهتمام إعلامي هي التحركات الأمريكية الأخيرة في المنطقة وفي العراق، وهي تحركات من وجهة نظرنا في الهيئة تحركات جزئية طبيعية جدا، تأتي في سياق الوجود الأمريكي الذي ما زال مستمرا في العراق. وإن اتخذت هذه الحركة طريقة تختلف عن المرات السابقة، ويبدو القصد منها هو قصد إعلامي لإيصال رسائل داخلية وخارجية. وهذا جرنا للحديث عن الوجود الأمريكي في العراق، الذي هو احتلال ما زال قائما من الناحية النظرية، لم تعلن حالة انتهاء الاحتلال، وإن انسحب جزء كبير من قوات الاحتلال في عام 2011. أما عمليا فالوجود الأمريكي المتمثل في الهيمنة على القرار السياسي في العراق والتصارع مع الجهات الأخرى التي تحاول أن تجد لها فرصة للهيمنة على العراق وبالتحديد الجانب الإيراني، دليل أول واضح على أن هذا الوجود السياسي المتحكم في كثير من مفاصل الحياة السياسية والنظام السياسي في العراق هو دليل على الاحتلال من الناحية العملية، هذا أولا. ثانيا، ما زال هناك وجود أمريكي واضح في العراق في قواعد، وإن قل العدد وإن قلت هذه القواعد، ولكن هذا الوجود مؤثر. لما؟ لأنه مرتبط بوجود آخر خارج الحدود وقريبا منها. فضلا عن ذلك، ما زال العراق إلى الآن يخضع لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية حتى في مجال يعني يعد من مظاهر السيادة عند كل دولة، وهي السيطرة على الأجواء العراقية. ما زالت إلى الآن العهدة في يد الإدارة الأمريكية. زد على ذلك المرحلة الأخيرة بعد تعيين السفيرة الأمريكية الجديدة في العراق، بدأ الأثر الأمريكي في السياسة العراقية بين قوسين، لا توجد سياسة عراقية حقيقية، بدأ ظاهرا. وهذه التحركات المرصودة للسفيرة وتعاملها مع كل الأحزاب والقوى وبطرائق مختلفة بين الشد والجذب، بين يعني الترهيب والترغيب وما إلى ذلك، تدل على أن هناك وجودا أمريكيا سياسيا ليس بمرتبة سفيرة لدولة قوية أو دولة أولى أو دولة ثانية في العالم، وإنما سفيرة دولة متحكمة في الشأن السياسي. زد على ذلك أنه إلى الآن كل ما يتعلق بالعراق مرتبط وجودا وعدما بقرار من الإدارة الأمريكية، من النظام السياسي إلى النظام الاقتصادي والمالي إلى النظام الإداري. فضلا عن ذلك، وهو ما يجرنا إلى نقطة أخرى في التقرير، حتى في موضوع التغييب الذي سنتحدث عنه بعد قليل، وهو الجانب الحقوقي والإنساني، لا يسمح بالحديث عنه في المحافل الدولية، لأن هناك رفضا أمريكيا صارما لفتح هكذا ملف حتى لا يؤثر على صورة إدارة الولايات المتحدة الأمريكية لاحتلالها في العراق، الذي قد يسميه بعضهم احتلال غير مباشر لا مشاحة في الاصطلاحات، وإنما الواقع يقول الاحتلال ما زال موجودا. نعم، الحقيقة الوجود الأمريكي في العراق وخاصة شق العسكري، الحكومة تدافع عنه على أنه هذا وجود لتقديم الاستشارات العسكرية، لتقديم الدعم، لتقديم الإسناد، لتقديم التدريب في إطار ما يسمى الحرب على الإرهاب والتصدي للمنظمات والقوى المتطرفة، وليس وجودا قتاليا كما ربما يصوره التقرير. هذا الوجود تنظمه اتفاقيات بين الحكومة في بغداد وبين الإدارة الأمريكية أو السلطات الأمريكية. هذه حجة داحضة وليس يصورها التقرير، وإنما واقع تحدث عنه التقرير. بداية، الوجود التدريبي أو الاستشاري ليس فقط مقتصرا على الجانب الأمريكي كما قد يروج للناس، وإنما هو لدول عديدة، دول أوروبية أخرى وغير أوروبية مشتركة في هذا الأمر. فلماذا الهيمنة للجانب الأمريكي؟ هذا أولا. ثانيا، الاتفاقية التي يتحدثون عنها، اتفاقية الإذعان، نحن قلنا عنها منذ إعلانها في عام 2009 أنها اتفاقية لترسيخ الاحتلال وإذعان للحكومات في بغداد لقوات الاحتلال، وأن اتفاقيات ظالمة ولا تمثل طرفين يتمتعان بالندية، وإنما تكريس للاحتلال بطريقة أخرى، وأن ما يسمى المفاوض العراقي وقتها قد خضع خضوعا تاما وكبيرا للجانب الأمريكي. فالاتفاقية الأمنية لا تنجيهم في الاعتذار بأن هذه قوات تدريب واستشارة. فضلا عن ذلك، إذا كانت قوات تدريب واستشارة، لما إذن شاركتهم
في معارك كما يسمى المعارك ضد الإرهاب في عامي 2013 و2014 وما بعدها. لماذا إلى الآن توفر لهم الدعم اللوجستي جوا وبرا وبحرا في كل عملياتهم ولا يحدث شيء ما بين الطرفين إلا عندما تحاول الحكومة والقوى العسكرية والأمنية والميليشيات التابعة لها الاستفادة من هذا الوضع وإفادة أطراف أخرى في المنطقة ولا سيما إيران والنظام السوري؟ حين ذاك هذا الملف ملف شائك يحصل بينهم الخلاف، ولكن الصراع بينهم صراع عسكري واقعي حقيقي، كما أقصد الصراع بين القوات الأمريكية والقوات الحكومية والواقع الموجود في العراق، تعاون وتعزيز ودفاع عن النظام السياسي القائم أو ما يسمى بالديمقراطية. كل هذه تحاول حكومة بغداد، الحكومات المتعاقبة في بغداد، نفيها وإظهار نفسها بأنها ضد هذا الوجود. هذا الوجود يتكلمون عنه مرات عندما تختلف المصالح وتتضارب، كما حصل بعد مقتل سليماني، ثم يدعون إلى المقاومة، ثم بعد ذلك يرضخون تماما ويأتمرون بأمر السفيرة الأمريكية في بغداد التي تفرض عليهم أمورا كثيرة لا نسمع منهم احتجاجا أو ترددا في تنفيذها. فإذا القصة هي قصة محتل وشعب محتل وحكومة للأسف لا تمثل هذا الشعب، وما زال ينطبق عليها الوصف الذي أطلقناه عليها منذ سنوات طويلة بأنها حكومات احتلال متعاقبة في بغداد. الحقيقة التقرير جاء على ذكر التحركات الأمريكية وأشرت إليها قبل دقائق. يقول التقرير أن هذه التحركات الأمريكية سياسية أو غير سياسية تأتي في سياق حسابات معينة وظروف خاصة بمصالح الإدارة الأمريكية في العراق والمنطقة. ما هي المصالح أو الظروف أو الحسابات التي أملت مثل هذه التحركات، وخاصة هذه التحركات العسكرية قرب الحدود العراقية مع سوريا؟ هذه التحركات أملتها يعني عوامل خاصة بالعراق وعوامل خارج العراق. العوامل الخاصة بالعراق أن الإدارة الأمريكية باتت على قناعة، وهذا أمر لا يخفى على المتابعين منذ مدة، بأنها قد خسرت مساحة كبيرة على الأرض لصالح إيران في العراق، وأن النظام السياسي الذي أقامته بعد الاحتلال يتهدد من جهات عدة. قبل كانوا يقولون تهدده المقاومة، يهدده المتمردون، يهدده الإرهاب وما إلى ذلك. الآن هم يتحدثون عن تهديد النظام الإيراني لهذا النظام السياسي وهيمنته عليه، ولذلك هم يحاولون إنقاذ العملية السياسية والنظام السياسي بالطريقة التي تحفظ للأمريكان ماء وجههم في العراق. هي أولا وآخرا نظام سياسي أقامه الأمريكان، لذلك يسعون إلى إحداث تغيير ما في العملية السياسية، ولكن بوسائل سياسية، وتقليل هيمنة الجانب الإيراني على هذه العملية السياسية بأي طريقة أخرى. ولذلك هم يعملون على هذا بنفس طويل غير مستعجلين، يعني قضيتهم لا تهمنا كثيرا، وإنما يهمهم تصفية ملفات سياسية بالتزامن مع ملفات سياسية أخرى في المنطقة، في الإقليم، في العالم. أما التحركات الخارجية وأقصد بها الملف السوري تحديدا، فهناك محاولات أمريكية لإعادة ترتيب الأوضاع على الحدود السورية العراقية، وتحديد وبالتحديد في منطقة شرق الفرات، بسبب التداخل الحاصل وصراع القوى المختلفة هناك. فلذلك هذه حسابات أمريكية خاصة، وهذا هو التحرك الرئيس من وجهة نظري، من وجهة نظر التقرير السياسي لهيئة علماء المسلمين. أما التحركات الأخرى وتنقل القوات داخل بغداد والمحافظات، أوصلت رسائل سياسية للجانب الآخر، وأصرح به هنا، إلى الجانب الإيراني بأننا نمتلك قوة عسكرية وأن القوة العسكرية تتحرك. وهذا دليل أو هذا رد في حد ذاته على ادعاءات الحكومة بأنها قوات تدريب. إذا كانت قوات تدريب واستشارة، لما لا تتقيد بقواعد الاتفاقية وتبقى في قواعدها ولا تتحرك في الشوارع العراقية إلا بإذن الحكومة؟ كلنا يعلم أنها تحركت، خرجت من قواعدها، انتقلت إلى قواعد أخرى، عادت إلى قواعدها بدون علم الحكومة حتى، فضلا عن السؤال عن موافقتها على ذلك. أيضا تطرق التقرير أو أفرد محور خاص بما بانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراها في الشهر 12 على ما أظن، وتحدث أيضا عن يعني عودة حمى الصراعات الحزبية من أجل الهيمنة على مقاعدها ومصالح في هذه الانتخابات. هل ثمت حاجة عراقية أملت إعادة مجالس المحافظات بعدما ألغيت في وقت سابق؟
أولا هي لا توجد حاجة عراقية للنظام السياسي بأكمله، كلنا نعلم هذا. النظام السياسي بالطريقة الموجود بها الآن، النظام السياسي في العراق ينبغي أن يكون نظاما عراقيا يريده الشعب، يمليه الشعب، يشارك فيه الشعب، ثم يخرج بحكومة بمجلس نواب ثم بحكومة يريدها الشعب. ولكن الحاصل أنه ما يجري في العراق نظام 2003 كما نعلم خلاف إرادة الشعب. فإذا لا ضرورة للعملية السياسية بشكلها الحالي فضلا عن مجالس المحافظات، وهذا دليل على ارتباك هذه العملية السياسية وعلى أنهم يجربون سياسة التجريب. مجالس المحافظات هي ليست بالأمر الهين، يعني الدول تمكث سنين طويلة لمناقشة هكذا موضوعات، وعندما تقر لا يتم التراجع عنها بهذه السرعة. احنا ما شاء الله بين يوم وليلة مجالس المحافظات تلغى ألغيت، مجالس المحافظات تعود، وكلنا يعلم أن مجالس المحافظات ألغيت لأسباب عدة، لعل في مقدمتها امتصاص حالة الغضب الشعبي الكبير أثناء أحداث ثورة تشرين في عام 2019، وحاولوا إظهار هذا الأمر بأنه استجابة للشعب العراقي، وأن مجالس المحافظات فيها فساد وفيها صراع وفيها قضايا أخرى، ولذلك عملنا على إنهائها. طيب الآن ما زالت حالة الغضب، حالة الثورة وإن خفت مفاعيل على الأرض، حالة الفساد المستشري في البلاد بدءا من أعلى هرم فيها إلى قاعدة الهرم، من أعلى الهرم إلى قاعدة الهرم. ما الداعي إذن إلى إعادة المجالس الفاسدة التي ألغيت قبل مدة مرة أخرى في ظل هذه الأوضاع؟ ثم هناك أيضا موضوع أعادوا الاحتقانات السياسية والصراعات المناطقية التي زادت الطين كما يقولون بالله. فإذا هو نوع من الاضطراب السياسي. زد على ذلك هناك مصلحة في إعادة مجالس المحافظات لأسباب عدة، لعل من أبرزها محاولة القائمين على النظام السياسي إعادة ترتيب وفرز الأوراق في كثير من المحافظات، وأيضا استفادة أطراف كثيرة في المحافظات لظهور شخصيات سياسية جديدة تستفيد من المرحلة، تستفيد من الظروف، لأنه لو كان الأمر قائما على أساس المصلحة لتوقف الكثيرون أمام هذه التجربة ولعادوا النظر فيها. ولذلك ترى الصراع على أشده منذ أشهر، وللأسف انجر المتصارعون إلى أمور لا تحمد عقباها، وبدأوا يؤثرون على النسيج المجتمعي لا في العراق وإنما في محافظاتهم، بين عشائرهم، بين عائلاتهم، حتى أصبح التنافس عائليا للأسف. وتعرف كيف يكون التنافس في بلد محتل منفلت، لا قواعد سياسية تحكمه ولا قواعد أخلاقية وأدبية تنظم العلائق بين السياسيين. أيضا التقرير تحدث عن قانون العفو العام، وقال أن المطالبات المتكررة لم تفلح يعني إقراره وتمريره بسبب طبعا تعنت وموقف الأحزاب الطائفية، على الرغم أنه أعلنوا عدة مرات أو اتفقوا على يعني إقراره منذ العام 2019. ما هي الأسباب الحقيقية لمنع إقرار هذا القانون؟ وهل هذا القانون إذا مرر وأقر سيحل مشكلة المعتقلين والمسجونين وهذه السجون المكتظة بمئات الآلاف من المعتقلين؟ أولا دعنا نقرر الحقائق الآتية. أولا، هل مجالس المحافظات أهم من قانون العفو العام؟ لماذا تعاد مجالس المحافظات بهذه السرعة وتنظم لها الانتخابات بين موضوع العفو العام الذي هو أكثر خطورة من هذا الموضوع وينتظره الجميع يؤخر؟ ثانيا، لماذا السياسيون الذين يطالبون بإقرار قانون العفو العام، وقل بصراحة الذين يمثلون المحافظات المنكوبة من يصفون أنفسهم بأنهم السنة العرب، هم من أكثر الناس طالبوا بقانون العفو العام من أجل إرضاء ناخبيهم أبناء مناطقهم كما يقولون، لما الآن يسكتون عن هذا الموضوع وينشغلون بانتخابات مجالس المحافظات؟ هذه ممكن تعطينا إشارة إلى أن عودة مجالس المحافظات أيضا فيها نوع من الإلهاء عن قضايا أساسية ومهمة ومصيرية، ومنها قانون العفو العام. ثالثا، أنا لا أتصور أن إقرار قانون العفو العام سيحقق لبعض من يتوقع منه ما يتوقع يحقق له ما يريد، لأن قانون العفو العام هو قانون كما يقولون منزوع الدسم، لأنه فيه فقرات خطيرة جدا تجعل عملية الاعتقال مستمرة، وخاصة البند المتعلق بأنه لا يشمل الاعتقال لمن وضعوا في السجن لمدة سنة، بمعنى أنه إذا فرغت السجون بناء على قانون العفو العام، مع أنه هناك استثناءات كثيرة ستكون في هذا الباب ولن يكون قانونا عادلا، ولكن هذا البند بأنه الذين لم تزيد مدة مكوثهم في السجن عن سنة لن يخرجوا،
بمعنى أنه باستطاعة الأجهزة الأمنية ومن معها أن تخرج كثيرين بالعفو العام ثم تعيد ملء السجون مرة أخرى، وهكذا تكرر العملية بشرط ألا يمضي على اعتقال هؤلاء سنة، وهكذا ستكون السجون ممتلئة دائما وبأعداد كبيرة جدا، لكن الشرط بأنه أو البند بأنه لم يبلغ السنة، وهذا لا يمكن أن يكون في قوانين عفو عام. ممكن أن يقال هذا قانون عفو خاص، ممكن أن يقال قانون خاص، لكن قانون عفو عام يبقي من هو محكوميته أو هو في السجن أقل من سنة يبقيه في السجن ولا يخرجه حتى وإن كان بريء، هذا فيه ظلم كبير جدا. هذا مثال واحد من النقاط مثار الاختلاف. لذلك أنا لست من المعولين على إقرار قانون العفو العام، هذا في حالة إذا ما أقر، ولكنه للآن يخضع لجدل كبير جدا، وهناك ضغوطات من الأحزاب والقوى وتحديدا القوى الطائفية ذات النفس الطائفي الذي لا تريد إقرار هذا القانون أصلا، حتى وإن كان هذا القانون لن يحقق انفراجة كبيرة فيما يتعلق بالمعتقلين، لأنهم يروا أن كل من في المعتقل هو إرهابي، وكل إرهابي عقوبته هي الموت وليست السجن. ولذلك هناك ضغوطات على المعتقلين الآن، وهناك أخبار تأتينا يوم بعد يوم عن وفاة هذا ووفاة ذاك في أماكن كثيرة، هذا مما يعلن، أما الذي لا يعلن فكثير جدا. فإذا لا أمل في إقرار قانون العفو العام في هذه الظروف، في حالة الضعف المستشرية في الجانب الآخر المطالب بإقرار قانون العفو العام، وفي حالة الانشغال بموضوع انتخابات مجالس المحافظات، وبعدها سيشغلون بمشاكل أخرى، ثم تأتي دورة انتخابية أخرى، وهكذا يوضع القانون على الرف. فإذا هذه هي وجهة نظرنا فيما يتعلق بقانون العفو العام. التقرير أيضا جاء على ذكر التغييب والإخفاء القسري في العراق، وأن هذا المسلسل حتى اللحظة لا يتعامل معه بالجدية الكافية، وهناك طبعا توجه من التسويف والإهمال محليا ودوليا. هذه الجدية في مسلسل التغييب القسري، قصور في الداخل، في الخارج، حتى المؤسسات الحقوقية الدولية ما زالت عملها يقتصر الآن على التوثيق والتدوين من دون خطوة عملية قانونية في ملاحقة المتورطين والضالعين بمسلسل التغييب القسري في العراق. أخي الكريم، لا يسمح، هذا الموضوع تحدثنا عنه كثيرا سابقا، وفرصة هنا لإعادة الحديث بهذا الشأن. ذكرت في إجابة السؤال الأول أو الثاني أن هناك إرادة أمريكية بعدم ظهور هذه الملفات إلى العلن وعدم تقديمها إلى المحاكم، لذلك الآن لا تستطيع أي جهة حقوقية أن تقدم ملفا ما من هذه الملفات، لأنه مرتبط بموضوع الاحتلال أولا، وثانيا مرتبط بموضوع الدولة، لابد جهة ما رسمية حكومية تقدم، فهل ننتظر من الحكومات القائمة أن تقدم هي ملفات لإدانة نفسها؟ هناك معوقات كثيرة، وقد قامت جهات كثيرة محلية عراقية وعربية وإقليمية ودولية بجهود كبيرة في هذا الجانب، تجاوزنا مرحلة التدوين والتوثيق، ولكن مرحلة التقاضي مقاضاة هؤلاء حتى لا يفلتوا من العدالة، هذه لا يمكن تنفيذها إلا في نوافذ صغيرة جدا تم استغلالها، ولكن مردودها ليس كبيرا جدا. السبب الرئيس هو عدم السماح لهذا الموضوع بالتفاعل دوليا، وإذا تذكر قبل سنوات لما حصل تضييق ما على الحكومة في بغداد بعد انتفاضة تشرين، سمح لبعض الدول الأوروبية بأن تناقش هذا الموضوع، وأن تسمح لبعض الجهات برفع دعاوى على بعض السياسيين العراقيين مما يحملون جنسيات هذه البلدان باعتبارهم مواطنين في هذه الدول من هذه الزاوية فقط، ولكن على الأرض لم يحصل أي شيء آخر. وهنا أقول لك، زيارة الأمين العام للمتحدة الأخيرة إلى العراق قبل مدة كان فيها حديث واضح جدا مع القوى السياسية وتحديدا مع القوى الميليشياوية في هذا الملف، وزار الأمين العام للمتحدة بعض المخيمات والمناطق وتحدث بصراحة ووضوح معهم، حتى هذا الحديث الواضح والصريح وتحميل هذه الميليشيات مسؤولية التغييب لم يظهر للعلن، لا يراد له أن يظهر إلى العلن. يعني تفضل جهد دولي كبير جدا في هذا الموضوع، لو ظهر إلى العلن لا أعذر بعض الناس من قام بهذا الجهد ولا فتح نافذة أمل للناس، حتى هذا الجانب أريد منه أن يكون سريا. لماذا؟ لعدم إحراج النظام السياسي القائم، لأنه سيفتح كما يقولون أبواب جهنم على هذا النظام السياسي. فالمشكلة في عدم إرادة المجتمع الدولي فتح هذا الملف في العراق، أسوة بملفات أخرى في دول
قريبة ومجاورة وفي أماكن أخرى في العالم فتحت واستخدمت كأوراق للضغط على حكوماتها، وكما يحدث الآن في الدول الأفريقية التي جرت فيها الانقلابات الأخيرة، وهي مثال واضح على ذلك. نستأذن من ضيفنا دكتور مثنى حرضاري ومن المشاهدين الكرام لنتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في هذه الحلقة الخاصة من برنامج طاولة حوار، والتي نستضيف فيها دكتور مثنى حرضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، للحديث عن التقرير الدوري الجديد للقسم السياسي عن الحالة السياسية في العراق. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة كل إنسان، هو الماء الذي نشرب. وقف التصوير. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة الخاصة من برنامج طاولة حوار، والتي نستضيف فيها مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري عبر سكايب. دكتور مثنى، أيضا التقرير تطرق إلى ما جرى في كركوك والمصادمات أو التظاهرات، جرى هناك أيضا قتل، هناك أيضا جرحى. هذه الأزمة ما الذي كشفته، أو ما الجديد الذي كشفته لشكل وطبيعة العلاقة بين قوى العملية السياسية وخاصة الأحزاب الطائفية والأحزاب الكردية الذين كانوا حلفاء استراتيجيين فيما سمي بالمعارضة قبل 2003 وشركاء في الحكم بعد عام 2003 في إطار العملية السياسية؟ ما حدث في كركوك له علاقة بما تحدثنا عنه يعني في الشق الأول من البرنامج فيما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات والتنافس السياسي، وأيضا له علاقة بمحاولة بعض القوى السياسية عدم تمرير الاتفاقات التي تحصل بين ما يسمى حكومة المركز في بغداد وحكومة أربيل. كلنا يعلم أن هناك اتفاق جرى بين الحكومة في بغداد وأربيل على بعض الأمور، تسوية بعض الأمور لنزع فتيل الخلاف بين الطرفين الذي كان موجودا طوال سنوات ويتجدد بين مدة وأخرى. ومن هذه الأمور المتفق عليها هو تسليم مقر قيادة العمليات الذي كان مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني، تسليمه مرة ثانية للحزب الديمقراطي ليكون مقر رئيس له في المدينة. وتعرفون بأن الأمور اختلفت في المدينة بعد الاستفتاء الفاشل الذي جرى على موضوع الإقليم قبل سنوات. بعض الأطراف السياسية التي لا تريد لهذا الموضوع يتم لمصالحها الخاصة أثارت هذا الموضوع، وإلا الموضوع كان محسوم في بغداد وينفذ في كركوك بناء على اتفاقيات، وممكن لبعض الجهات أن تعترض على ذلك أو تبدي تخوفات من عودة الاستقطاب العربي الكردي التركماني إلى مدينة كركوك كما نعرف في المشاكل الكثيرة التي حصلت في سنوات سابقة. الذي جرى أن هناك طرفا ما تدخل في الموضوع وعمل على تأجيج وتصعيد التخوفات وتضخيمها، وحصل الإشكال، هذا الإشكال انتقل إلى كركوك وخرج أناسا إلى الشوارع احتجاجا على عدم تسليم المقر، ثم غلقت الطرق وحصلت تظاهرات وردود أفعال. كل هذا كان ممكن أنه يمضي في اتجاه أنه تظاهرة ضد منع تسليم المقر للحزب الديمقراطي الكردستان، لكن الذي حصل أن أطراف سياسية مختلفة، ولاحظ هنا عندما حصلت التظاهرات القوات العسكرية ردت على المتظاهرين، ومن ضمن الأطراف التي شاركت في ذلك قوات من ميليشيا الحج الشعبي وبالتحديد من عصائب ما يسمى بالعصائب. نعم جدا، وهو محاولة الطرف الإيراني
عدم إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الاستفتاء، بمعنى فسح المجال للاتحاد الوطني الكردستاني وحده للتفرد في الأمور في كركوك، باعتبار أن كركوك ساحة وامتداد فعلي لنفوذ هذا الحزب في السليمانية، ونعرف العلاقة التي تربط بين الطرف الإيراني وبين الاتحاد الوطني. ومن هنا كان تدخل الأطراف الإيرانية ممثلة ببعض القوى التي لها شأن أو تدخل قوي في الشأن الداخلي العراقي. هذه استخدمت كل الأوراق الممكنة لها في الساحة العراقية، ومنها بعض القوى والأحزاب السياسية العربية المتحالفة معها، ولذلك تم تجييش وتهييج، أقول للأسف بهذه العبارة، وإخراج بضع مئات من العرب تحديدا من العشائر للتظاهر ضد هذه الخطوة، وكأنه عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك هي المشكلة، وليست المشكلة هي في عدم استطاعة أهل كركوك الحصول على قرارهم المستقل بغض النظر عن قوميتهم وعرقهم ودينهم ومذهبهم، وكأنه نرضى بهذا الكردي ولا نرضى بهذا الطرف الكردي الآخر بغض النظر عما بدر من الطرفين. كلنا يعلم الظروف التي كانت تعيشها كركوك قبل الاستفتاء، ولكن الآن الأمور تنجر إلى مجال آخر، وهو التنافس السياسي على عتبة انتخابات مجالس المحافظات، ومحاولة الطرف الإيراني إبقاء كركوك منطقة نفوذ إيرانية بحتة. هذه خلفية ما جرى في كركوك من وجهة نظرنا في هيئة علماء المسلمين، وبناء على وقائع وحقائق الأرض. ما جرى في كركوك لا يعبر عن رأي المواطن العربي ولا عن رأي المواطن التركماني، وإنما يعبر عن وجهات نظر لبعض السياسيين الذين أرادوا استغلال هذه الظروف، واستطاعوا للأسف أن يضللوا كثيرا من الناس من خلال الشعارات والتظاهرات التي خرجت. والمتأمل لبعض الشعارات يراها شعارات غريبة جدا، ما الذي يعني عندما يخرج أحدهم لا نعرفه ويقول سنعيدها طائفية؟ ليش ومن بدأ الطائفية؟ هل كركوك بدأ الطائفية في عام 2006؟ له أطراف سياسية في بغداد نعرفها تماما. فإذا الخطاب، حتى الخطاب ما كان خطابا موفقا وسليما وصحيحا. ومن هنا حاولت هذه الأطراف لملمت الموضوع، واجتمعت حسب معلومات وردتنا قبل أيام في مقر المحافظة في أربيل لمحاولة في كركوك عفوا لمحاولة نزع فتيل الأزمة. والحمد لله استطاعت بعض الجهات العربية ممن هي بعيدة عن موضوع العملية السياسية بالمطلق تعبر عن الرأي الحقيقي للعشائر العربية ولمواطني كركوك العرب، استطاعت أن تبين الموقف الحقيقي، وأن ما جرى لا يمكن أن يحسب على هذا المكون أو ذاك المكون، وإنما هو الصراع السياسي استخدم فيه الناس للأسف. نعم، أيضا موضوع آخر تطرق إلى التقرير السياسي، وهو ما سمي ب الربط السككي بين العراق منطقة الشلامشة ومدينة البصرة، اللي طبعا أبرم أو عقد اتفاقية في 2/9/2023. نائب الرئيس الإيراني قال أن المشروع هو خطة استراتيجية من شأنها أن تحدث قفزة كبيرة في زيادة المبادرات التجارية، وأنه سيوفر الأرضية لربط العتبات المقدسة بين البلدين. لماذا كل هذه الهواجس العراقية تحيط بهذا المشروع، مشروع الربط السككي، وهناك تشكيك أيضا بالجدوى الاقتصادية للعراق من هذا الربط، وأنه الكفة كلها لصالح إيران؟ أحسنت التعبير بالقول إنها هواجس عراقية. نعم، هواجس عراقية من كل الأطراف، ليست من فئة أو مكون أو جهة سياسية ما حتى تتهم هذه الجهة، يعني أغلب العراقيين ليسوا مع ذلك، مع هذا الربط السككي، مع هذا الإجراء. والدليل على ذلك هي تصريحات يعني نائب رئيس الوزراء الإيراني وزير النقل، عندما قالوا، أنت ذكرت نصا من تصريحاتهم، هم مباشرة ربطوا بين هذا وموضوع الطريق الذي سيفتح لإيران على البحر المتوسط مرورا بسوريا. هم لا يفكرون بالعتبات المقدسة وما إلى ذلك، وإنما يفكرون بأمور أكبر وأكثر استراتيجية بالنسبة لهم، وإلا موضوع العتبات أمر سهل ويسير، وممكن أن يحصل ربط سككي محدود، بل الطرق البرية مفتوحة والزوار يأتون للعراق بكثرة عن طريق البر وعن طريق الجو، ليسوا بحاجة لطريق آخر والحدود قريبة. ولكن هذا الموضوع المقصود منه أمور تتعلق بضمان الأمن الاستراتيجي لإيران وأيضا لحليفها النظام السوري، والدليل على ذلك أنه يصرحون
بهذا علن، وهذا ما يجعل كثير من العراقيين يتخوفون من ذلك. أما إذا نظرنا للجانب الاقتصادي وتحدث عنه كثيرون أيضا، فما معنى طريق التنمية وميناء الفاو الكبير إذا أنت تربط سككيا مع إيران بعيدا عن البصرة والفاو وطريق التنمية ومع ذلك؟ ثم الربط السككي كيف سيربط بطريق التنمية؟ لمن ستكون الأولوية؟ وهل إيران بحاجة لربط سككي؟ هي بحاجة لسوريا لأهداف معروفة ومعلومة، وهذه تأتي في سياق أيضا زيادة الأواصر مع النظام السوري وفتح طرق أخرى بعد أن حاولت الإدارة الأمريكية غلق بعض المنافذ بين العراق وسوريا لحساباته الخاصة. زد على ذلك أنه إلى الآن لا توجد دراسة واقعية حقيقية لمدى استفادة العراق من هذا الربط. فلو كان الأمر فيه مصلحة اقتصادية راجحة، مصلحة اقتصادية غالبة، لقلنا نعم ممكن أن ينظر له من هذا الجانب. لكن أن يكون هذا المشروع خاليا من ذلك أو الصورة غير واضحة ويتعارض مع مشاريع أخرى. طيب، البارحة سمعنا بمشروع الطريق الجديد الذي سيربط دول الخليج بالبصرة بتركيا إلى ميناء مرسين. صار عندنا طريق تنمية، صار عندنا ربط سككي مع إيران، صار عندنا طريق ثالث يربطنا بتركيا. فأي الطرق ستأخذ الأولوية؟ وهل العراق محتاج لكل هذه الطرق البرية يعني الثلاثة من أجل أنه يوصل صادراته؟ ما هي صادرات العراق؟ هو الآن قائم على النفط فقط، ليس لديه أي شيء آخر. العراق بلد مستورد غير مصدر. إذن هناك أطراف أخرى خارجية ستستفيد من هذه الطرق ويكون العراق ممرا لها. جيد، الممر جيد، ممكن تأخذ أنت يعني تعود لك عائدات مالية معينة، ولكن هل الموضوع خدم عائدات مالية أم طريق حقيقي يعود بالعراق بجدوى اقتصادية ملموسة وواضحة المعالم؟ هذه هي الشكوك والعلامات التي جعلتنا نضمن هذا الموضوع في التقرير السياسي. أيضا التقرير عاد إلى ما سمي بمؤتمر نداء الأقصى الدولي الثاني الذي عقدته العتبة الحسينية والميليشيات في مدينة كربلاء، واعتبر التقرير أنه هذا صورة من صور الخداع الذي تمارسه السلطات الحكومية في إطار أو سياق البحث عن المقاصد السياسية والطائفية تحت غطاء دعم فلسطين وقضيتها. ما هي هذه المقاصد السياسية والطائفية التي يبحث عنها أو يبحث عنها القائمون على تنظيم هذا المؤتمر؟ أنا أسألك، أقول لك أن العتبة يعني الحسينية العباسية تقوم بكل هذه الأمور وتدعو أناسا وضيوفا من 77 دولة كما قالوا، أو 66 دولة الشك مني الآن. وهذا المؤتمر الثاني كان مؤتمر العام الماضي أصغر من هذا، وتحدثنا عنه أيضا ونبهنا على مخاطره. هذه السنة كان الموضوع أكبر وأخطر. طيب، تصرف هذه الأموال وتستضاف هذه الجهات، إذن هناك هدف من ذلك. هل هو الهدف الحقيقي نصرة القضية الفلسطينية؟ أين كانوا عن القضية الفلسطينية؟ وثانيا، إذا كانوا هكذا يتحدثون عن الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني ويحاولون إبراز جرائمه ضد الفلسطينيين، طيب ما نحن في العراق في حالة احتلال، هناك وجود صهيوني في العراق بطريقة أو أخرى، هناك فلسطينيون في العراق تم اضطهادهم من القوى السياسية والأحزاب والميليشيات التي تحتمي أو تحتمي بها، تحتمي هي بالعتبة العباسية وعتبة تحتمي بها، والعلاقة بينهما كما يقولون علاقة جدلية. طيب، هذه الأموال الكبيرة التي صرفت على هذا المؤتمر والتأمين الأمني له وغيره جرى بالتعاون مع كل هذه الأطراف الأمنية والسياسية الممسكة بخناق العراقيين والفلسطينيين في العراق. هنا التناقض، أنت تذبح الفلسطيني، تتابع الفلسطيني، تفقد الفلسطيني في العراق، ثم تعقد مؤتمر لصوت الفلسطينيين في فلسطين. الهدف الأساسي هو نفس الهدف الذي تعمل عليه إيران منذ سنوات طويلة عندما ترفع راية فلسطين والقدس وتحرير القدس وطريق القدس يمر من بغداد وما إلى ذلك، وهي تفعل الأفاعيل بالقاعدة الأساسية التي يمكن أن ينطلق منها يعني المحررون لبيت المقدس. فإذا هو هدف إعلامي سياسي، يبدو أن الخبرة الإيرانية أخيرا اقترحت على أطراف عراقية ما باستغلال هذه الصورة، وللأسف ينخدع بعض الناس بهذا الموضوع. وإحنا يعني في الهيئة ساهمنا في توعية كثيرين وتواصلنا مع عدد من الجهات الفلسطينية، واستطعنا أن نؤثر حتى على بعض وسائل الإعلام الفلسطينية التي تفاعلت مع الموضوع نتيجة جهلها، للأسف أقول نتيجة جهلها بطبيعة هذا المؤتمر وأهداف هذا المؤتمر ونيات هذا المؤتمر، واستطعنا أن نؤثر عليهم فرفعت كثير من الأخبار التي لها علاقة بهذا الموضوع، ولم يحصل ذلك التفاعل الكبير في أوساط معينة، ولكن في أوساط أخرى لا. يعني تصور إحدى القنوات
المقربة من الحالة في العراق إحدى القنوات اللبنانية حلقة خاصة لتداعيات أو ردود أفعال مؤتمر نداء الأقصى، مؤتمر في كربلاء في العراق، قناة لبنانية تفتح له تغطية خاصة أو برنامج خاص من أجل معرفة ردود الأفعال وآثار هذا المؤتمر. إذن هو سعي سياسي وإعلامي وحملات علاقات عامة كبيرة لتحسين صورة الأوضاع في العراق، تحسين صورة الأطراف التي تستهدف الفلسطينيين في العراق، وتسويق حالة يمكن أن يعود هؤلاء إلى بلدانهم ويقولون أن الظروف في العراق جيدة، أن الظروف في العراق مواتية، أن العراقيون جميعا، أن العراقيين جميعا مع فلسطين، وهذا حقيقة وواقع حال، ولكن ليست هذه الأطراف السياسية والأطراف الدينية المتعاونة مع الأطراف السياسية الحاكمة في العراق. هذه هي النقاط التي يمكن أن نسجلها على هذا المؤتمر. من هنا أدعو جميع من شارك وهو لا يعرف بنيات القائمين على المؤتمر ولا يعرف بالأوضاع والواقع العراقي أن يراجعوا أنفسهم، ومنهم من سألونا واستشارونا في مؤتمرات سابقة أقل خطورة من هذا المؤتمر في بغداد أو في كردستان، وقلنا لهم حضوركم هو تطبيع مع النظام الحاكم في العراق ونحن في حالة احتلال، وقد استجابوا لنا. للأسف بعضهم تراجع الآن وحضر هذه المؤتمرات، فهي رسالة مني لهم لمراجعة مواقفهم. طيب دكتور، أنت تحدثت عن تناقض في الحالة الموجودة في العراق، أن هؤلاء الذين هم جاءوا مع الاحتلال، عملاء الاحتلال، خلينا نستخدم هذه المفردة، يقيمون مؤتمر لنصرة أناس واقعين تحت الاحتلال الأمريكي، وهذا التناقض. أيضا الجانب الآخر الذي حظى هذا المؤتمر أيضا في حالة التناقض، أن يذهب إلى مؤتمر ليدعم قضيته ويدعم أيضا نضاله ضد الاحتلال من أناس هم عملاء الاحتلال، يعني أيضا في الحالة الفلسطينية هذا التناقض. أولا عملاء الاحتلال أنت ذكرت العهد عليك، الموجودون في العراق الآن من القوى السياسية المتعاونة مع الاحتلال الأمريكي ثم مع الاحتلال الإيراني، فعلت كل ما يمكن أن يجعل وصف العمالة منطبقا عليها، ولكن أعود وأذكر نحن في هيئة علماء المسلمين في العراق منذ الساعة الأولى للاحتلال وإلى الآن حريصون في التوصيف من أجل الحالة العراقية العامة لا من أجل أمر آخر، الوصف ينطبق عليهم من الناحية العلمية، ولكن في الخطاب السياسي لنا أهداف استخدام عبارات أخرى، فلنقول هؤلاء الذين تعاونوا مع الاحتلال على حساب بلدهم يقعون في تناقض، ولكن الذي يأتي من الخارج لنصرة قضيته ضد الاحتلال الصهيوني أو المتعاطف مع القضية الفلسطينية من غير الفلسطينيين يكافح ليلا ونهارا في أوروبا وفي أمريكا وفي أنحاء العالم كله من أجل القضية الفلسطينية والاحتلال ضد الاحتلال الصهيوني، ويأتي إلى بلد محتل يتضامن مع فلسطين في هذا البلد المحتل ولا يكلف نفسه السؤال عن الحالة في العراق. هل الذهاب إلى العراق من أجل المشاركة في هذا المؤتمر يمكن أن يضر العراقيين جميعا، يضر الحالة العراقية الوطنية، يضر الحالة الوطنية الفلسطينية؟ للأسف كثيرون لا يسألون هذا السؤال، لأنهم ينقسمون على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ضمن الحالة الإيرانية، الحالة الطائفية الموجودة في العراق، وهذا أمر معروف. القسم الثاني منتفع، صاحب مصلحة لا يهمه حضر هنا أو هناك لمصالح خاصة. الطرف الثالث هو من نعتقد فيهم الصدق وسلامة النية، هؤلاء عليهم أن يراجعوا أنفسهم. نعم دكتور، أيضا اقتبس التقرير نصا من تصريح سابق لقسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين يعني عن قضية ترويج تصديق مثل هذا الخطاب الكاذب الذي تصدره الحكومة في العراق والجهات الميليشياوية وبمحور إيران لاستقطاب لصالح المحور الإيراني. القوى الفلسطينية تعلم تعي حجم وطبيعة العلاقة بين العتبة الحسينية والميليشيات الضالعة بجرائم، وذكر أيضا التقرير ضد عراقيين وضد فلسطينيين، تعلم طبيعة هذه العلاقة، هذا الغطاء سميته أنت غطاء أو علاقة جدلية بين الميليشيات وفرق الموت والعتبتين العباسية والحسينية، تعلم هذه العلاقة خطورتها؟ نعم، هناك أطراف تعلم وهناك أطراف لا تعلم، لكن أنا على يقين أن من عليهم العتب يعلمون. وقبل سنة تحديدا أو أقل السنة تواصلنا مع أو تواصلت مع عدد من الجهات الفلسطينية، تحاورنا في الشأن العراقي، وكانت هناك رغبة إيرانية ملحة بالضغط على بعض قيادات الفصائل الفلسطينية للذهاب إلى بغداد، وقد نصحناهم بعدم الذهاب، اقترحنا عليهم
عدن الذهاب، قلنا لهم بأنه هذه خطوة يراد منها تعزيز النفوذ الإيراني في العراق، وهذه ستوصل رسائل سلبية للعراقيين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية ولجمهوركم أيضا ولأبناء فصائلكم. حقيقة قالوا نعم نعي هذا، ولذلك علينا ضغوط كبيرة جدا، ونحن نعرف تمام المعرفة هذا الأمر، ولكن نحاول أن، بعضهم قال نحاول أن نتهرب من هذا الموضوع بطريقة أخرى، ومن ضمن طرق التهرب هي محاولة أنه تشتيت الأمر، أن الأمر غير ضروري غير مهم لعله في مناسبة أخرى، يعني دفع الموضوع ما أمكن، لكن الضغوط مستمرة، وقد نجحت الضغوط في للأسف في أنه استطاعت أنه تجلب بعض هؤلاء أو تضغط عليهم لزيارة العراق، وإن لم يكن بالمستوى الذي يأمله الطرف الإيراني، ولكن أقول بعد المؤتمر الذي جرى أخيرا هنا المحاولات يبدو ازدادت قوة وازدادت يعني ترغيبا وترهيبا في هذا الموضوع. هذا الأمر أعرضه من وجهة النظر العلمية، ولكن من وجهة نظري الخاصة أقول لا ينبغي لمن يتسنم موقعا قياديا في أي فصيل فلسطيني أن ينخرط بسهولة أو أن ينخدع بسهولة في الحجج الإيرانية أو حجج العراقيين المتعاونين مع إيران في محاولة إظهار صورة حسنة عن واقع الأحزاب المهيمنة على الحكم في العراق وأنها داعمة للقضية الفلسطينية، وهي أبعد ما تكون عن ذلك. وقائع الأرض تدل على ذلك، ووقائع التاريخ وأبرز دليل على ذلك هو لسان حال فلسطيني العراق الذين هم من أكثر الناس تأثرا بهذه الزيارات وبهذا المؤتمر، ورفعوا صوتهم عاليا بالتحذير للتحذير من هذا المؤتمر أو المشاركة فيه. فطيب اتركونا نحن، استمعوا إلى فلسطيني العراق، هؤلاء ليسوا عراقيين وإنما فلسطينيون كانوا يعيشون في العراق. دكتور، بالعودة أيضا إلى القضية العراقية حتى نختم يعني بها، هل تتوقع أنه ملفات إنسانية مهمة مثل التغييب القسري، مثل المخطوفين، مثل المعتقلين وغيرها، مثل الذين تهدم بيوتهم ويلقون في العراق، ستبقى ملفات رهن المساومات والابتزاز بين قوى العملية السياسية لصالح أجندات، لصالح يعني عوامل آنية أو بعيدة، ستبقى هكذا الأمور في المرحلة القادمة؟ نعم ستبقى، وقد تكون يعني أحيانا يكشف عن بعض الأشياء من طرف للطرف من باب يعني الإحراج، من باب التسقيط السياسي، وليس من باب أنه إظهار الحق أو نصرة هؤلاء المظلومين. وأذكر هنا بموضوع المغيبين وكيف استخدم كورقة سياسية بين القوى والأحزاب السياسية قبل سنة. والمهجرون دكتور، هذا والمهجرون قسرا أيضا، هو أنا أتكلم عن المغيب وعن النازح وعن المهجر، هذه الملفات كلها تستخدم كأوراق سياسية بين مدة وأخرى، والتقرير تضمن حديثا عن موضوع وزارة الهجرة وطريقة التعامل مع المهجرين ومحاولة إنهاء هذا الملف وإغلاق المخيمات في تاريخ كان 12/9، احنا تجاوزناه الآن بأربعة أيام، مع أن هناك ملفات فساد كبيرة على الوزارة وعلى الوزيرة وعلى طريقة إدارته لهذه المخيمات، وأيضا استيلاء على أموال كبيرة كان المفروض أن تذهب إلى المهجرين. فإذا موضوع المهجرين والنازحين والمغيبين ملفات أساسية، لو كان هناك صدق حقيقي لدى الأطراف السنية التي تدعي الدفاع عنهم لحسم هذا الملف من زمن بعيد جدا، ولكن الطرف الحكومي والأطراف الطائفية في النظام السياسي القائم حاليا مستفيدة من حالة الوهن والتخاذل والخلاف والصراع بين الأطراف السياسية، وهكذا ضاع حق المهجرين والنازحين والمغيبين. شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة الخاصة من برنامج طاولة حوار، والتي استضفنا فيها الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، لم يتبقى لنا إلا أن نشكره، ونشكر أيضا المشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.